وجايين وعد المحقق اللي وعدوا معاها هذا المكتب اللي كافح شريقة المواشي جاتنا ياسر من الطلبات ومن الشكاوي اخبار الامور نقول اسحقوا استفسروا من المحقق الناس وقولوا له انه هو اطرح انت هو بعد قاعد انت بعد قاعد عندك احنا لا شك احنا هذا بعد قاعد مكتب مودي مع كافح شريقة المواشي امريكا المودي ما هو دا مستعد لا تفتشوا تعطيني سلسله من الاسئله اللي احنا كان نستقبلها ضمنها. وانت تعرف عليهم؟ يا غير انت سيرتك ما تقول مباشره لابد احنا منها فصحوها اياك ما فيها اياك ما لك تدخلش في شيء. اسمع. احنا الاسئله فصحوها اياك ما فيها شيء. اسمعني المحقق مود هو صحابي قاعد اللقاء ويشد لقاء حصري. وفوق خذ منه ونحن مهم. على النهايه تعطوه لهم بالقبيل. غير وجات ومتكايس وجات متعجله. هو القاسم المواطن الثاني. احترامات المحقق. نعم تفضل انا عندي حالتين جاوني ياخذ مواطنتين وجاء واحده مسروق حمار وواحده مالي مسرقه لمعيس وهذه الحالات الكامله هي موجوده هنا يا طيب بعد اللي باص الملفات اللي جايتي قايم جايبيهم ثبت ولا واحد قال انه صحابي من قناه مساك انه قاعد ابوظ ما في شكل لا تعمل لين جاب الصحابي امه لك ما تسب لا من الحقني لو تو بلا ماشي قلت له انه شو هو سبق لي الصحابي حد اني جاب قوي شوف ايش تقولون او توقف بعد حالتك توجد قادة وشو اللي هما اللي كنتوا جاي عدد عن مقابلة وطرتك والمقابلة يارتك في بالك إلا وترى في مهلة الجام لا بد من يقود مدقق إن شاء الله هما يقوم يضيف فقط شو لك من علم كامل إن شاء الله علينا أن نقول لك ورحمة الشاطة ولم ليس شوي ورم يستاهل شنو مطلوب منك؟ ليه يستاهل؟ ليه يعدل شنو؟ أنا اللي ماخذك عليه. ليه يزعل؟ أها أنت مش تدرس بالشغل تم ولا؟ أنا هم اللي يستاهل. حالي كذي يتسوني والله نعرف قاعد إيش الدور ترى يتسوني عليه. باك ليش؟ لا هاي كذي على الطالب. مو يضحك. أنت جاي يعدل تعدل مقابلة وما تتجمع نفسك على طالب. هاي ما تريد. هاي ما تريد ليش؟ سوني أولا أنت إيش الدور؟ أنا جاي. أنت منه؟ أنا صحابي جاي من قناة. أنت صحابي. قبيض والله حقد ايوه ايه تسوى العدل سوى العدل احنا جابنا قبل القرار تتقمد دبشك جاي راك دبشك قد اي كان دوريشي صورتها في دوري هو يعمل في العاد دوريشي من العاد ما هي دوريشي ايش مقبل باقي طار حالي سوى اللي حدد السيل فد عني سوى اللي عارف الا اللي يسوني عني نحن اللي يسوى عني تتعرف احنا شنو؟ شنو هم؟ انتم مكتفيق اليمين مكلف سلفت المواشي للي الدور انت كونكريت للي همك قضي شنو؟ نحن كمؤسسة كانت جاي توصل شي للرأي العام؟ ايه ايه نقول هم انا جايتهم لا 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 احنا كمؤسسة الرأي كمؤسسة تعرف دور نجاح مواجهة خلاص هذا هو اللي جايب في اخبار اول جايب اخبار جاونا المواطنين خاصتك خاصتك تطرح شهادتك ضويت اي كم رايك كم رايك تفضل ان شاء الله بدون عاطفة لا لا تقعد لا لا تعدل عدل واقف سلم لا فرقات طويلة احنا الصحابة لا تطول عليا الكرة يطول الصحابة لا بدري اعرف على انه مكتب اقليمي لمكان سرقة المواشي اوكي عند سلسلة محددة حول هذا وراه ولك انقطوا موريتان كاملة ما له ولك انقطوا موريتان شو جالس تقولوا والله انجابوا والله بيروا مقري ما بحثنا عنها وجبنا صورها وعيطنا المولاها عليها اسرع من ذلك والله ودعتك المولانا مو حاليا هذا هو اللي جاب نحن جاونا المواطنين وطرحنا الطلبات واخبار هاي السرقه اللي اكثر ياسر بقينا نجوم تبغى نستفسروا عن الاسباب شو اللي اول بعد الاسباب اللي ادت لهاي السرقه اللي عاد تنتشر الاسباب شنو؟ انتم ما في المكتب اللي مكلف بسرقه مواشي سرقته مواشي احنا المكتب الاقليمي
اللي مكافحة سلوك هذه مكافحة انت خليك لي ما فيدك علم عن شيء اسمه وشو عند الاخبار عن لا تقول عنا ما هو شيء حقيقي عند الاخبار مين عندك الاخبار انه احنا هو المكتب اسمعنا اللي يقول اسمعنا اللي يقول ونختار من خلال مقابلتك دي نطمن المواطنين على المادرة تنسرق دار حياته بسيرة حياته بسيرة احنا نقول نعرف شيء الاسباب اللي ادت لهي السرقة العادية متكررة فوريا احنا ايش عارفين احنا ما عندنا مشكلة يقدم مكتب اقليمية غير الله جينا الشكاية كون حد يسرق الحيوان والله ما يسرق ذاك ما هو من تخصصنا لا جينا انت شاكي اسوق لك حمار والله جمل والله ناقه والله عنز نمشون نبحثوا عنها ونقبض الصور ونعدلوا بحث الين نتمكنوا من السراق ونذكر لنا واحد نص ولا انا قاعد نقول لك له مقابلتك بين ذاك شيء يعني نحن انت ايش شايفك هاي توصفتك يا اخي توصفتك يا ولد هاي دوم انت دور شيء يا حطاك توصف هاي توصف ولا من خلال مقابلتك نختار نقول للمواطنين اعلنا ما تلات تنسرق ذات فقالوا من موريتان ما جاء مولاها هون الى المكتب الين يخلصها والله تنقلع منه ولا عاد تحيه ويعاقب او قول لي هم قالوا انه من هذا اللي ما تتقيد انه يقبضوا نوعيه من المعيس من خلال نوعيه ما ادري شنو هي مدى صحتها معلومه ايه ما المعيس ما هو واحد خالد انزل لي تو ماي وخالد انزل لي تخلي الله يهدي واحد وهذا اللي يعود السارق يختار الله شي معلومه في التنميه لقى انت ما لا ودعتك معناه شو الكلمة اللي بدو توجه المواطنين نسلم على المواطنين من خلال قناتك هذه وصفتك التاكية وكذبك وتسوقيك على روابيه نختار وجود المواطنين على ما تلات لا يتنصرق ذات ما قبضنا مولاها ولا رجالك على هذا طول عمر معناه هذا تسعى للمواطنين هذا لا قالوا المواطنين أوكي ملتزمينهم أوكي نحن كم مؤسسة عليها وتعال من نظرك في حملة يا قاسم خلنا نشوفكم حذر خلنا نشوفكم مستعد في حمله طيب ان في حمله وخلنا نشوفكم وهاي مرق عني لا امنيات مره دوم ان شاء الله عدو تحتك مولا دوم عدو ان شاء الله تحتك ان شاء الله اهم زرها الهيل اوصلوا اعملها لا تفاد جرها عني تمام سوقات يا مولا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. متى؟ مبطتان فيه؟ أحسن إيه جمتا مرحبا كمي وان جنبابو ما جبال كدير مني يلو إيه كلمني سكرتير قال لك حمارك صار يدكم إنها قادية بل كدير مينو أمين والله سهلا بل كدير مني يلو وانت تعرفين وحمار كبير إيه مولو يو مين ولي النعمة مين بس نجم فوق هي النعمة صاريتكم اللي تجيب لكم دباس مرح ما انشرقوا دباس انت تعرفي صاحب احنا عندنا مسجرين ياسر من الصهيب لحمي لا تتخاصلي صاحب تولى على سمي يفهم الامر سمي يفهم الامر شوفي لابو لا يسمعك صهلة ايه ولا يتفاصلي اللي كان احمارك والله ما هو احمارك اسمعي اليني يقول ما هو احمارك لا تورطي لا خليك تجيب حمير الناس ما هو حمار من عندي مبن سمناني تعرفين أيوة طيب أوكي بسم الله اسمي مبن سمعي مبن ف بعد مبن هذا راه ما واقف هذا حمار كبير اللي اعتيال مبن ما هو أيوة طيب يا مبابا ابراهيم الاخبار وقعتك الميلاد ان شاء الله امين الى الدور نسلم الحمد لله يمشوا معك الناس اللي لهم هؤلاء يمشي ما له يصهر الحمار صهر كذا متى ما جابوه يمكن يوقفوك عليه ودعتك الميلاد بس اسمعي بابا ولا بعدهم بابا ولا بابا حضر قالك يجبر دو يجبر دو يجبر دو يجبر دو يجبر دو يجبر دو يجبر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا يا مرحبا بسم الله أنا مرحبا لمعيز القاضي علمني بك نادم قال هذه الكاتب عزيز يقولون لك بوام ومليانا من اللي بينكم إن شاء الله تبارك الله عيشة بها تركبون إن شاء الله أيوه إحنا عندنا معدلين الحمل لا المواشي المصرقين والله اللي مولا انت تعرفيها تفاصيلها ولا لا سمعتي صوتها تصيح عليهم تقبل شو اصلا نعرف صوتها حالي سمعي لا تطلطيني خليك لي في عنز مدي سمعي شو هذه نعجه هذا
يعني من المواطن. ندورك يخليك اللي تلون تجيبه. قد اللي فيكم الطاقه والجو تشيل لي هذا مقصور الايام اللي هو افت الدوام ما خلي يشتغل عليك. مالك انت احنا ان شاء الله نخدمك. خلاص منكور لي في سكتار مركبه. سكتار مركبه هذا منكور لي فيه تردد فيه والله قاعد عنده عائله فيه. خير. اصرف منه. اصرف هذا لا يتكرر. معناه انه في المنطقه الدائره خلص الدائره. الدائره كامله. نعم. وراه ولد كان يتحرك اصلا في هاي المنطقه اللي لا. المنطقه الشرقيه. المنطقه الشرقيه. هذه الجهه وتوف. من سكتر. هذه الجهه كان يحرك فيها. نعم. وهذه الجهه راكب منها رقبه. وهذه الجهه استقر فيها اللي هو سكتر اللي هي ركبه. سكتر ركبه. تقيسوا ان شاء الله رب العالمين هذا المواطن اللي اعطيتني جيبوا لي نصها لك وجيبوا لك المعلومات جيبوا لي هو من نفسه هو من نفسه وذاك اللي عالق به كامل وذاك السيسبير اللي معاه ذاك الصلع بقارن معاه وهو كذلك المذكور اللي معاه واحد يربع للعيز رب ويطير يقفهم مازال وجاي ولقلب وهو صاحب الحميد وصاحب افرق ودعتك المولان اطلس راسه المهم على ان الاختيار نقول لك اللي تحت امركم اطلس راسه اي شيء اسوء هو يصير ولا غير مستعدين له اطلس راسه طاقه كامل جاهز طول عمرك لما تكون سهل اطلس راسه كبار ان شاء الله اطلس راسه تفكك تمام كان ذاك اللي جاء مع شو قصتك شنو؟ تمانك يا رجال تتكلم معاه نغلم لك يا دافعة شوف انا من الصبح وانا نروق فيها نروق فيها نروق فيها يقبل من مزالك مالك يا رجال انا زمد زمدني نقول لك ايوه ذاك الملك شوف شنو فيك تواقيين ذيك انت غيرت ايوه من السروال سبيت قال اسمعني بالك انا نعرف انك مسلوع من النوع اسمعني في تسلعتك ذيك من النوع عدل شي ما يبان في ضب فردنيك تغير مو هذيك لا قد معني ولا يقوم منهم صوت رانا كذا قوم نعش الفايته ورطني بها بات بالوتهون طار سلعيات صيح تمك قام فامو قام عدل عدل الجوك الجوك تعرف انت من دير تحت الباط مش ترس 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 لي فين لا تجي مالك جايبه لا تجي مالك جايبه ان شاء الله ودنا بعد وني انا بعد لا معدل له محصول معدل له باش فيا في الحال يقول لي بعد قد عدت شو انا قد عدت شي عدت شي اللي انا وهاي وهاي افتح وهاي افتح وهاي افتح جايب شي والله دخل دخل بسم الله خليني ما لا
ديال تيش الدور ها تيش الدور ما ندور شي لا كيف تعرفك انت وتوه عرفني انا والله انا ما تعرفني عارف اطبع تعرفني منين انت ما تعرفني اخو والله اللي عارفك انت كاع مشكلتك شني معاه ولا تفرصي فيه راسك تعرفه قالك انك ما تعرفه انا اخيتي يا اختي انا نعرف انا على اللي نعرفه هو ويعرف هو على اللي انا نعرفه هو يا خير مشكلة حقا هلاكسي بيننا احنا لاكسي بيننا احنا المهم اني شاء الله قلت لك انا انك غير تعرف ما هو انا لا مشبه نيوتون وجوه ياسرين جابو لا تزن راسك وتكبر لي النقل انا نعرفك انت تعرف اللي نعرفك خلي عنك يا انا خلي عنك فيك انا وانا انت اخي انا انسان محترم ماشي توقفني يوتيوبيفا وتفرسي فيها راسك وتخلص وتي وتخلص انا ما تعرفني ولا انا اعرفك اسمعت ولا لا انا داي نفسي عنك انا وانت متعارفين ودور تعرفوا بسرعة وقت ودور نجابر وقت ما وهاي وهاي الخلطة ما يعنيها قاع رانا نتعارفوا رانا نجابروا ايوه نجابروا رانا نتعارفوا انت انت مالك هو افت رغنع انا نعرفك انا لسه مقاع انا ما افت رغنع من خير تو افت رغنع انا اعرفك بو ما وفالي نعرفك ونعرف اسمك ونعرف انت منهم انت القادة كافت بو ما وفالي اوف رجعش وقف رجعش تريد فرصي فيه معرفته ما قد شاف يقول بي ويقول لك افت الغنم قلت لك افت الغنم ما فهمتها شنو هذا يقول بي افت الغنم انا اخبار من النوع من الاسامي قاع انا واحد في الثقافه وفي القصيده تراعي فيها ننتج القصائد من الفراغ من العدم انا تراعي فيها هوايه شاعري يقول بي هو اسمعي مشيتي الابيات لو كانوا ما فاتوا قالوا سابقي لو دانا ورقايلهم ماشي صدرك انت وموكك ولبسطك قال تراعي فيه لا مراسي المولانا لا جاياك يكدر عليا قال انا مولاي قلت لك كدر عليا ما يقدر مال الله مال الله يا عمري ما هو لا يقدر انا الشريط قاعد يسمع ما هو لا يكدر هو افت رغنع انا نعرفك انا بس مقاع انا ما افت رغنع من خير هو افت رغنع انا نعرفك بو ما هو فالي نعرفك ونعرف اسمك ونعرف انت منهم انت القادك شنو قلت لك جدي هو زوين عندي حسه حتى نخت تاع دايره سونري قلت لك يا فلقدني حشتي لي بنادم قال لك افت رغنع ما فهمت هذيك معناها شنو امي والله اكون كيف افت رغنع القوة واحد مكسور عمره شبهني برقاش والله برواية انا ما فهمت انا بعد ما اعرفه قطعة ما عندي من رغنة ما ذي رغنة ما ترى انت فيها هاي العلاقه جايتني رايحتها عادت جاعستني امي قلت لك هذا اللي قلتي ما ينقال به اللي شتي العرصة اللي ترعي فيها لا بد من تصبر حد يصبرها هذه رغنة هي العقوبة شتي الدا اللي ما نبني هالك سمعه فوقها ابارتمهات لا من الاغنم تراعي فيها هاي شتي التنميه هذه روايه عجيبه وسريعه حق الله ولا اصبري معايا اصبري معايا هذه الحوليه الكحله تراعي فيها امها اصلا ولاده تولد تومي الاربعه وجيت لك الصوره وسمعت بالاغنم ما كيف انا لدرجه عندها صار بالتلفون مغضوب علي يا اخو اخبارك التلفون راعي هذا المكتب المكافح بسرقة المواشي وهذا الراجل مغضوب عليه والناس مترصدوه وإنه ياسر متابعين ولا خلى شيء ولا خلى حماء ولا خلى شيء هذا البلد انت تقديمه وعندنا للوثائق وعندنا للمكالمات وعندنا لجميع التحقيقات اللي عدلنا على ان هذا الراجل الذي هو تام باسرها وحالا يحكم محكوم ولا تتحرك وتي ما تتصرف كيف تاشي يعني العالي لا اعطيني العالي نوقف معه لا نوقف معه انا ينفهمك انه ما هو انا انا كنت فهمني شيء اسمه ما عصرتك بعد ما هو انا ما
المكتب لا يتقبل التحقيقات ولا يمر ان شاء الله وما حسبنا الله ونعم الوكيل. انا في وعي انت وصلنا هذا الوقت انه هذا الشاب.